السلام عليكم المتابعين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيا بخير، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، وشكرا لكم على التعليق ديالكم المحفزه، وشكرا لكم المتابعين ديالنا الجداد، كنشكركم كاملين والقدام وكل شيء، والمتابعين اللي جاونا من اي بلاصه كنشكركم بزاف. ايوا اليوم بعد ما تسارينا في طنجه راكم شفتوا الشمال تبارك الله، فيه المناظر غزاله تبارك الله. المهم دوزنا واحد النهار انا وحايد من داك الشيء الرفيع، راكم شفتوا الفيديوهات كلهم واعرين صراحه الله. اللي ما عمره مشى لطنجه وعنده بالامكان ديالو كيفاش يدير يمشي لطنجه غير سيرو، راه والله العظيم الا فيها ما يتشاف هادشي، غير ما مشيناش للبلايص كاملين. وبلا ما نطول عليكم اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم الغدا. حايد راه في الخدمه عندي هنايا كما كتشوفوا، عندي واحد جوج حوتات هكا كبار. ايوا الخضره المتابعين عندنا هنايا كما كتشوفوا، عندي هنا شويه ديال البطاطا وخيزو وماطي بصله ونتا مريشه وبودنجان كما كتشوفوا، الخضره ديالنا سريع ودغيا ان شاء الله غادي يديو بجد وبسيط، ماشي شي حاجه اللي هي كثيره. هنايا دايره الزيت، ضروري كندهن هكا البطاطا ديالنا والصينيه بالزيت، ودابا غادي نحط مطيشه باك ما عمرتش انا حيت غلات وييه. شوف البصله كي دايرتها هي معمره عجلو، وقولوا سالينا لكم معنا شي شويه ولا والو. جاتكم طنجه اللي ما عمرهم شاف طنجه كي جاتكم، راه مهم والله العظيم لا فيها ما يتشاف صراحه الله. غادي نبدل هاد الموس، الموس موس صافي بدلي الاخر. يا ربي البصله فين بقى فيها غير ميت تجي. زعما قلنا كبير، زعما راه يقطع مزيان ساعه والو. هاد الحوتات ان شاء الله غادي نديرهم في الفران، بصلة حارة غادي بعيدي، بصلة حارة هاديك بلدية، بلدية هاديك اللي قطعتها الأولى. ولا معكسة حيت بلدية. هانتوما كيما كتشوفو الغدا ديال الزربة اليوم، حيت غادي نمشيو مع ولد بلاد اختي كيلعبو الكرة، بغينا نديرو باش نجيو نلقاو الغدا واجد. كيما كتشوفو الغدا راه اليوم غدا سريع. شكون كيفاش الباب؟ ودابا غادي نقطع الكاسيه ديالنا، هادي لالا ايناس. هاهي ايناس، لاباس؟ خرج نعد مع تبسيس. شكون تيا؟ انا غنمشي ويلا. واخا كيفاش يلا خلي تصورني، كيفاش يلا؟ وحوت زوج، جوج حوت غنديرهم ان شاء الله غدا، ونمشيو نجيو لكم الغدا ديالنا واجد ان شاء الله. سلام. السلام عليكم. السلام. لاباس. آية عاودتي جات. سلمي على المتابعين آية. سلام كيدير لاباس بخير، يعني مازال ديروا لايك تفرجوا على راس باش يوصلكم أي جديد. سمعتوش قالت لكم آية؟ إيوا قد سمعوا الهضرة شوية. قالت لكم ديروا لايك وفعلوا الجرس وديروا أي حاجة باش يوصلكم أي جديد قالت لكم. ودابا غادي نقطع الدنجال ديالي. هاد الخضره اللي قلتي لقيتها عندي موجوده، راه هي اللي درتها. اخلاقي ورده، افتحي يا ورده، وردتي الجميلاتي. اشوف 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 هاتي شتيها؟ قطعت هكا الدنجال ديالي بحال ما هكا،
المهم داكشي نقدر داكشي اللي كيلعبنا في الدار باش نتعلقوا فيه نتفلقوا. اللي ما كنمشيو ولا مع خوتي مع ولاد اختي الكره كنمشيو داكشي اللي كان موجود غير هكا بالزربه وكنمشيو. المهم نلقاو الغدا واجد حيت توجد لينا الغدا راه خدامه. ايوا هادشي اللي كاين يعني المتابعين ديالنا وغير يشجعونا باش دائما نجيبو لكم الجديد ان شاء الله يا ربي. ودابا غادي ندير العطريه ديالنا هنايا. اول حاجه غادي ندير الملحه كما كتشوفوا الملحه انا كندير غير بيدي. ودابا غادي ندير العطريه ديالنا هنا عندي الخرقوم ندير غير شويه هكا من الفوق هنا عندي البزار كما كتشوفوا العطريه عندي كل حاجه في قرعه البزار درت غير شويه هي عندي الكمون ايناس حافظه داك النشيد هي عينها مع داك الفراشه اللي عند ايه غندير شويه ديال الخبز عاد انت هي عندها قليب هي الكرفس راك شوفي الربيع راه في الجهه الاخرى غادي واحد شويه غادي داك الربع من الفوق هاكا العطريه من الفوق ودرت له هاكا الربع وداك الشيء. انا غادي ندخل الفرن ان شاء الله باش غادي نوجد معكم الشرموله ديال الحوت. او ها انتم معايا الفرن عندي شاعله من قبل ودابا ان شاء الله غادي نوجد هنايا الشرموله ديال الحوت غادي نوجدها ونرجع معكم ان شاء الله. ودابا المتابعين ديالنا انا وجدت الشرموله ديال الحوت درت هنايا الربيع قزبر معدنوس ودرت هنا شويه التحميره شويه ديال الفلفله حاره وشويه ديال زيت العود شويه الثومه والكامون والملحه والبزار. المهم العطريه ديال الحوت كنت درتو هنايا وشويه ديال الحامض. ودابا غادي نجيب هاد الكره ديالي غادي نشرملهم ان شاء الله غادي نقطعها باش يمشي ندخلها من العطريه مزيان داخل. ودابا بعد ما حليتهم هكا فلحت هكا شويه باش تدخل من العطريه ودابا غادي نديروا العطريه ديالنا هكا ندخلو الشرموله هكا مزيان باش كيجيو لذاد وكيجيو بنينين. وكما شفتو الغدا ديالنا راه سريع دغيا دغيا يوجد ولكن غادي يجي رائع وممتاز انا متاكده لان الحوت كيجي غزال في المقله. الحوت فيه واحد الشوك لا مخليش معاه كان الله فيه عونك يعاون يدي ودابا كما كتشوفوا بعد ما شرملتهم هكا مزيان واحد الريحه ما نقولكمش عليها كي دايره دابا غادي ندير هنايا فوق هاد الطاوله هادي وغادي ندخلهم الفران ان شاء الله يا ربي. ودابا بعد ما حطيت هنايا غادي ندير هاد الشرموله اللي بقات لي هكا غادي نديرها هكا مع الجناب ونخويها هكا بزلافه نيشان
ودابا غادي ندخلهم للفران ونخليهم حتى يطيبوا ان شاء الله ونرجعوا معكم. المتابعين ديالنا غادي نشعل شويه الضو ونضيف شويه ديال الماء. دابا كما شفتوا الغدا ديالنا ها هو. طبعا نتوما كما كتشوفوا الحوطه ديالنا هي وجات ها نتوما. جا واحد المذاق واحد الريحه بعدا مذاق قيمه كلينا، ولكن باينه غيكون المذاق حتى هو زوين. وكما كتشوفوها معايا وبنات اختي هذه ايناس وهذه ايا هما الصغيرات ديال الدار. ايوا حنا طيبين الغدا دابا ان شاء الله وغادي نخليوه هكا اللي جاي يتغدى وغادي نمشيو مع ولد اختي باش غادي يلعبوا الكره ان شاء الله. وكان هذا هو الغدا ديالنا ونتمنى من الله شجعونا باللايكات ديالكم، ما تنساوش باللايكات الله يجازيكم بالخير باش يوصل اكثر عدد المشاهده. وشكرا للمتابعين ديالنا اللي ولاو جداد وشكرا اللي كانوا معنا قدام. شكرا لكم على الكلمات الطيبه ديالكم وشكرا اللي كتشجعنا. كنشكر سلمى، شكرا لك اختي الله يسهل عليك. دابا كما قلت لكم حنا حيت حياتي كتخدم وحالا كنخدم داكشي علاش ما كنبانوش كاملين. المهم شجعونا باش نبانو باش يبقاو ثمانيه مابقاوش خدامين يوليو جالسين في الدار ونبانو كاملين. ايوا هادشي اللي كاين. وكان هذا هو الغدا ديالنا وبلا ما نطول عليكم ونستمع عليكم حتى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله ولا فلوق جديد. المهم اي حاجه درتها جديده غادي نشاركها معكم ان شاء الله. ومع السلامه. السلامه.